وصل عدد سكان مصر مساء أمس إلى 90 مليون مواطن بداخلها، ويشير الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل النمو السكاني في مصر أصبح حوالي 2.5% في زيادة كبيرة عن معدلات الدول المتقدمة والنامية، في حين بلغ النمو الاقتصادي حوالي 4% فقط. نبني معادلاتنا على تعداد 2006. طب في تعداد 2006 كان عدد سكاننا كام بالداخل؟ كنا 72,798,031 نسمة. بنعمل حاجة اسمها زيادة طبيعية كل سنة. يعني ايه زيادة طبيعية؟ يعني عدد المواليد نشيل منهم عدد الوفيات، يتبقي بس زيادة طبيعية او ضمة العدد المواليد اللي بنضيفهم على رقم التعداد. كل سنويا بنزيد في حوالي، وصلنا ل 2.2 مليون نسمة على مدار السنة. مقارنة بالدول فالمعدل النمو السكاني بجمهورية مصر العربية وصلنا ل 2.55%. الدول المتقدمة 6%. الدول النامية 1.6%. مصر فاقت كل الدول في معدل النمو السكاني 2.55%، وده اللي خلانا نوصل ل 90 مليون نسمة. أكبر تراكز بالمحافظات اللي تعتبر فيها نسبة سكان عالية، أول حاجة محافظة القاهرة، عشر السكان متمركزين في محافظة القاهرة، يليها محافظة الجيزة، يليها محافظة الشرقية، وأقل المحافظات تمركزا في السكان هي محافظة الجنوب سيناء. الحل في المشكلة السكانية إن أنت تطلع من المساحة اللي أنت محشور فيها اللي هي 4% من مساحة مصر، تطلع للصحراء. انت 90 مليون مواطن عايشين في 4% من المساحه، الطبيعي ان يبقوا زحمه. لو في وعي بالتالي طبعا احنا هيبقى نقدر نحدد الناس ونقلل من الثقافه من الكثافه السكانيه. فبالتالي هتبقى التعليم هيبقى كويس، الصحه كويسه، المستوى المعيشه هيبقى كويس، فرص العمل هتبقى كويسه جدا، فبالتالي كلها هيستفاد. الحكومه انا سمعت ان الحكومه هتعمل عاصمه اداريه جديده ودوت هيبقى ده كويس، يعني احنا الموضوع ده سمعناه. فعايزين برضو نوسع في الصحراء ونوسع عشان احنا عندنا مساحه كبيره قوي في مصر فاضيه ومحدش بيستغلها فعلا. انا لا احب اطلع من القاهره لما يبقى في مصدر رزق ليا، مصدر رزق وفي مكان اسكن فيه انا وعيلتي. انا شايف ان دي حل مثالي ان انت تحل مشكله الازدحام السكاني، مش في القاهره بس، ده القاهره والدلتا، كل ده احنا عايشين في حته قد كده وسايبين تلتين مصر. انا شايف الصين ده خير مثال لاي دوله عايزه تستفيد بالتعداد السكاني الكبير. شوف هم عملوا ايه وحاول نطبق التجربه ديت موجوده في البلد عندنا، ليه ما نعملش زيهم؟ ليه ما نطلعش مهارات، يعني نطلع المهارات المكنونه عند الشباب دوت؟ ليه ما نحاولش ان احنا نستفيد بالزياده دي كلها ونحولها لحاجه ايجابيه بدل ما هي حاجه سلبيه زي ما احنا شايفينها كلنا في المجتمع؟